إن أفضل أيامكم عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه نفخ فيه وفيه كذلك وفاته، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما. يقول بعض الصالحين: وقود الأسبوع لي الذي ينشطني طوال الأسبوع هي هذه الساعة يوم الجمعة، لا تفوتها. إذا ما استطعت أن تجلس في المسجد مو شرط، لكن في سيارتك، في بيتك، في متجرك، في الشارع، اذكر ربك وادع، لأن لا يدعو الله مسلم شيئا إلا أعطاه ما لم يكن حراما. يعني ساعة من مضان إجابة الدعاء إن شاء الله. الله جل وعلا يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. تقرب إلى الله يا أخي، الله غني عني.